عرفت أوروبا في العصور الوسطى ميار بالنهضة الأوروبية واللي شملت العديد من المجالات والقطاعات، من أهمها الاستكشافات، والهدف منها الوصول لمناطق جديدة في العالم. ومن المستكشفين في الوقت هذاك نذكر فيليم يانسون اللي هو ملاح هولندي وأول أوروبي يخلط للسواحل الأسترالية في 1606. قبله البرتغالي فرديناند ماجلان اللي عمل رحلة من أوروبا لآسيا عبر أمريكا الجنوبية وبالتحديد مضيق ماجلان في 1519. ثم كريستوفر كولومبوس الإيطالي اللي اكتشف بظهر القارتين الأمريكيتين في 1492. لكن قبلهم الكل وبأكثر من 2000 سنة، يعني تقريبا 550 قبل الميلاد، يقوم القائد القرطاجي حانون الملاح بأقدم رحلة استكشافية موثقة في التاريخ. المراجع التاريخية تقول أنه فما وثيقة تحكي في 18 سنة على رحلة قام بها حانون في السواحل الغربية للقارة الأفريقية. سؤال مهم، كيفاش نجمت الوثيقة هذه تصمد أكثر من 2500 سنة بالعصر اللي كانت قرطاج موجودة فيه حتى الوقت التو؟ والسؤال الأهم، شنية أحداث وتفاصيل الرحلة التاريخية اللي قام بها القائد حانون؟ أول أثر رحلة حانون ظهرت في اليونان عن طريق المؤرخ هيرودوتس في القرن الخامس قبل الميلاد، ثم أريانوس في القرن الأول ميلادي، وبعده بلينيوس في القرن الثاني ميلادي. ولكن المؤلف الأصلي أو بالأحرى المترجم الأول للنص بقى مشهور الهوية، وتميزت الترجمة متاعه بأنها ما كانش دقيقة وفيها بعض الأغلاط، خاصة أن النص الأصلي كان باللغة الكنعانية ومكتوب على حيط معبد بمدينة قرطاج. وقت اللي شرق البحر المتوسط مقسوم ما بين إمبراطورية بابل ومصر الفرعونية واليونان الإغريقية، كان الغرب الكل تقريبا تحت هيمنة جمهورية قرطاج. كانت في الأصل مجموعة مستعمرات متفرقة حتى اللي استقلت عن مدينة صور في الشرق وتوسعت في الغرب وتكون عاصمتها قرطاج. العاصمة قرطاج كانت أغنى مدينة في البحر المتوسط في الوقت هذاك. هندسة معمارية مرتهاش عين وبنايات يوصل طولها حتى 6 تيقان، معابد كبيرة ومزينة، فيلات فخمة وشوارع واسعة، وخاصة المركز السياسي اللي يشمل المباني الحكومية وفيلات النخبة الحاكمة. من غير ما ننسى الميناء الدائري واللي مثل تحفة معمارية بالجزء الأول اللي يستقبل السفن التجارية، والجزء الثاني المخصص للسفن الحربية واللي يرفع حتى 250 سفينة حربية. فيما يخص الدولة والسياسة، فالنظام كان جمهوري أوليغارشي يتكون من كتل سياسية مختلفة ويحكمها 2 من السوفيت أو القضاة، ومن هنا نوصل الحانون اللي كان محتمل ليكون قائد سياسي سوفيت أو حتى قائد عسكري بحري. رحلة حانون قاضي القرطاجيين إلى مناطق الأرض الإفريقية وما بعد جبل راه كلف، والتي وثقها أيضا في معبد بعل. كان مشرفا للقرطاجيين أن يسافر حانون إلى ما بعد جبل راه كلف وأن يؤسس مدنا للقرطاجيين، ولهذا أطلق السفينة سفيرة ذات 50 مجدافا وكثيرا من الرجال والنساء حتى 30,000 مخزنين القمح وغيرها من المدخرات. وتنطلق الرحلة بأسطول فيه 60 سفينة في اتجاه الغرب وعلى السواحل الشمالية لقارة أفريقيا، حتى لن يخلط أسطول حانون بحدود قرطاج الغربية وين نلقاو معلم جغرافي مهم وهو جبل راه كلف. الجبل هذا عنده خاصية أنه موجود بصفة مباشرة على البحر ويسبق مضيق تمر منه السفن ويفصل ما بين قارة أفريقيا كما ينطقوها القرطاجيين وقارة أوروبا. حسب المعتقدات ومستوى المعرفة عند الأغريق، ينتهي العالم بعد المضيق هذا ومصير أي مغامر هو الموت. لكن القائد حانون كان عنده رأي آخر، ويقول حانون: بعد المرور بعد جبل راه كلف ذهبنا وأبحرنا في رحلة لمدة يومين، حيث أسسنا أول مدينة والتي أطلقنا عليها اسم دوماثير، كانت تقع في وسط سهل عظيم. أبحرنا من هناك باتجاه الغرب، جئنا إلى سيلي، خليج بارز من أفريقيا مليئ بالأشجار. بعد أن خصصنا معبدا من أجل الإله بعل صافون، أبحرنا مرة أخرى متجهين نحو الشرق لمدة نصف يوم، حتى وصلنا إلى بحيرة لا تبعد كثيرا عن البحر، وكانت مغطاة بالقصب الطويل بكثافة، والتي كانت تأكل منه الأفيال والوحوش البرية الأخرى بأعداد كبيرة. بالذهاب إلى ما وراء البحيرة في رحلة ليوم واحد، أقمنا مدنا على البحر سميناها غاث أو غيتا، حكرا، ميليتا، وهار أنبين.
أكملنا الإبحار من هناك حتى وصلنا إلى الليكس، وهو نهر كبير يتدفق من ليبيا. على ضفافه كانت قبيلة من البدو الليكسيون يرعون قطعانهم وماشيهم بجانبي. بقينا معهم بعض الوقت حتى أصبحنا أصدقاء. بعد هذه القبيلة التقينا بقوم عدوانيين وهم الأثيوبيون. سكنوا في أرض مليئة بالوحوش البرية ومحاطة بالجبال العظيمة من كل جهة، حيث أنهم يقولون عنها أنها منابع نهر الليكس. وعلى الجبال يعيش أناس غريبون من مختلف الأشكال ويسكنون في كهوف وسط هذه الجبال، الذين حسب ما يقول الليكسيون يركضون أسرع من الخيل. أخذنا معنا بعض المترجمين الفوريين من الليكسيين وأبحرنا يومين باتجاه الجنوب على طول الصحراء، متجهين نحو الشرق يوم واحد. هناك داخل فجوة الخليج وجدنا جزيرة صغيرة يقدر قطرها بألفي ذراع. تركنا بعض المستوطنين هناك وأطلقنا عليها اسم كيرنا. استنتجنا من خلال حساباتنا أنها تقع مقابل قرطاج. كانت الرحلة من قرطاج إلى راكلف ومن ثم إلى كيرنا هي نفسها. من هناك أبحرنا على ضفاف نهر عظيم اسمه كريتيس. جئنا إلى بحيرة بها ثلاث جزر أكبر من جزيرة كيرنا. بعد الإبحار ليوم واحد من هنا وصلنا إلى نهاية البحيرة التي فوقها جبال شاسعة يسكنها رجال متوحشون يرتدون جنود الوحوش البرية. ألقوا علينا بالحجارة ومنعونا من الهبوط من سفننا وأبعدونا. وصلنا الإبحار من هناك، جئنا إلى نهر آخر كبير جدا وواسع جدا، كان مليئا بالتماسيح وفلاسف النهر. من هناك أبحرنا نحو الجنوب 12 يوما، وبقينا على مقربة من الساحل التي يسكنه الإثيوبيون بالكامل، والذين فروا منا عندما اقتربنا. كانت لغتهم غير مفهومة حتى بالنسبة للليكسيين. ولكن في اليوم الأخير أتينا إلى جبال تملأها الأشجار الكبيرة. كان خشب الشجر عبقاً وأنواعه مختلفة. وصلنا الإبحار حول هذه الجبال لمدة يومين حتى وصلنا إلى فتحة شاسعة للبحر. من جانبها كانت الأرض مستوية في الداخل، رأينا منها في الليل حرائق كبيرة وصغيرة تشتعل في كل مكان على فترات. بعد أن أخذنا الماء هناك أبحرنا على طول الشاطئ لمدة 5 أيام حتى وصلنا إلى خليج عظيم، والذي قال المترجمون لدينا أنه يسمى قرن الغرب، وكان به جزيرة كبيرة وفيها بحيرة ملوحتها مثل البحر، وفي وسطها جزيرة أخرى. عند هبوطنا هناك خلال النهار كنا نرى الغابة والأشجار، أما في الليل فقد لاحظنا نيرارا كثيرة مشتعلة وسمعنا صوت المزامير وقرع الصنج والتمر وصيحات الجموع، فشعرنا بالخوف ونصحنا الكهنة بمغادرة هذه الجزيرة. وأبحرنا بكل سرعة وخوف. بعد رحلة استمرت 4 أيام مررنا ببلد محترق ويعلو دخان، تدفقت منه سيول كبيرة من النار إلى البحر، ولم يعد من الممكن الوصول إلى الأرض بسبب الحرارة. في الليل رأينا الأرض مغطاة بالنيران، وفي المنتصف كان هناك حريق واحد عالم أكبر من البقية، بدأ وكأنه يلامس النجوم. وفي النهار تبين أن هذا جبل مرتفع جدا وكان يسمى عربة الآلهة. من هناك أبحرنا على طول السيول النارية لمدة 3 أيام، وصلنا إلى خليج يسمى قرن الجنوب. في زاوية هذا الخليج كان هناك جزيرة مثل الجزيرة السابقة لها بحيرة، وفيها جزيرة أخرى مليئة بالرجال الضخام والمتوحشين، وأطلق المترجمون عليهم اسم غوريلي. كان هناك عدد أكبر من النساء أيضا، وكانت أجسادهم يكسوها الشعر. عندما طردناهم لم نتمكن من أخذ أي من الرجال، لقد هربوا جميعا كونهم متسلقين جيدين. دافعوا عن أنفسهم بالحجارة، لكننا أخذنا 3 نساء، عضضنا الصيادين وخدشوهم ولم يتبعونا، فقتلناهم وسلخناهم وأتينا بجلودهم إلى قرطاج. لأننا لم نقم برحلة أخرى فالمؤونة قد نقصت ولم نعد نستطيع المواصلة.
أسامي المدن والمواقع الجغرافية المهمة كان بلغة سكان قرطاج، فلذلك من المهم أن نتبع ونحدد المواقع الجغرافية في الوقت المعاصر للأماكن هذه باش نعرف إلى أي مدى وإلى أي مسافة وصل حنون في الرحلة الاستكشافية متاعه. الرحلة بدأت من قرطاج في شمال تونس والاتجاه كان نحو الغرب في جبل راه كلف اللي هو جبل طارة. المضيق اللي يجي بعده هو بالطبيعة مضيق جبل طارة. المدن اللي تأسست كلها كانت على المحيط الأطلسي على سواحل دولة المغرب، وهي المهدية، راس البدوزة، السويرة، أكادير، وادي ماسا، وادي سوس، جزيرة موغادور، والداخلة. نهر الليكس هو وادي درعا بالمغرب، والليكسيون هما القبائل الرحل متاع التوارق. النهر الكبير اللي فيه تمسيح وفرس النهر هو على الأرجح نهر السنغال. المنطقة الموجودة في فتحة كبيرة على البحر وفيها جبال معبية بالأشجار نجم تكون بنسبة كبيرة جزر الرأس الأخضر. حكاية الجزيرة وسط جزيرة نلقاوها مطابقة لبلاصة في كوناكري عاصمة غينيا وين نلقاو جزر اللوس، ولهنا تظهر الصورة واضحة لكم. قرن الغرب هو كابي بالماس في ليبيريا. نوصلوا لعربة الآلهة اللي هو جبل الكامرون، وبصفة أدق هو من أكبر براكين إفريقيا وما زال اليوم بركان نشط. المحطة الأخيرة هي بور جونتي في الغابون، وين القرطاجيين يراو الغرنة اللي أول مرة يصطادوا منهم ثلاثة ويعلقون في معبد بقرطاج من وقتها حتى لين تم تدمير قرطاج في 146 قبل الميلاد. والأهم أنه نص رحلة حنون يصمد عبر التاريخ، يترجم ويأكدوه العديد من المؤرخين، وتنجم حتى أنت تلقاه في موقع جينيس للأرقام القياسية كأقدم دليل ملاحة رسمي في التاريخ. عبر التاريخ القديم والجديد عن طريق الكتيبة ولا شفاهيا مسار ذكر للرحلة استكشافية يتحدى فيها الإنسان المعتقدات والجغرافيا والتكنولوجيا المتاحة كما صار في رحلة القرطاجيين تحت قيادة حنون الملاح. 2500 سنة التالي وقت اللي برشا حضارات مازالت متوجدتش، وقت اللي برشا ناس كانت تعيش في العصور المظلمة بعد انهيار العصر البرونزي، القرطاجيين يوصلوا لمرحلة من التطور التكنولوجي والفكري والسياسي والاقتصادي تخليهم يتحداوا الحواجز الجغرافية كما التيارات البحرية للمحيط الأطلسي، الحواجز اللغوية لتقريبا 20 دولة ويمشيوا لأبعد ما يمكن، أكثر من 8800 كيلومتر. والأهم أنه الرحلة الملحمية هذه تصمد عبر الزمن وتعرف الإنسانية أنها بدأت من قرطاج اللي نعرفوها في وقتنا هذا باسم تونس.